توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق في ظل الظروف السياسية والإنسانية التي يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي على أراضيه. ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات في إطار الجسر الجوي المصري، فضلا عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن. دعا رئيس البرلمان العربي إلى تكاتف الجهود العربية وتعزيز التعاون والتكامل بين آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدمتها الوضع المأساوي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام، وكذلك عدوانه الآثم على الجمهورية اللبنانية. وصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته على قرى وبلدات لبنانية، ما أدى لاستشهاد 13 لبنانيا وإصابة آخرين. وشن طيران الاحتلال غارة على شقة بمنطقة البيادر أدت إلى سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى، كما استشهد 5 أشخاص بينهم مسعف في قصف على صور ومنطقة البرج الشمالي وبلدة المنصورية اللبنانية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تحرص على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى تحول للتنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، مشيرا خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ COP29 بالعاصمة الأذرية باكو أنه تم توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى 2 مليار دولار، وأوضح المركز أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام منسوبا إلى مسؤولين حكوميين رفيع المستوى غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، وأنه مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع وفد من شركة أتون ريسورسز برئاسة تونو فايك رئيس الشركة العمل الجاري حاليا على إنشاء مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب المنتج من منجمي أبو مرواد بالصحراء الشرقية. وأكدت الشركة الكندية أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر إمكانية عدم هدر أي معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحقق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب. تابع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، مؤكدا أنه جار تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع ل 295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والجاري تنفيذها بمدينة بدر بجانب استكمال أعمال الإنشاءات ببعض العمارات وتشطيب بعمارات أخرى، وكذا المشروعات الخدمية لخدمة المنتقلين.